فكوتشمان، مرحبا بكم في لاشين ديالنا. اليوم جيت نكمل لا سيري تاع اساسيات العنايه بالبشره. كيما شفتوا في لو تيتر اليوم حنهضروا على لي ماسك. وي لحقنا لي ماسك. الوغ اليوم جيت نريبوندي لي كيسيون ديالكم، راح نفهمكم شويه شنو هم لي ماسك واش يديروا لي ديفيرون تيب ديالهم اي تو. ما تنساوش تعبزوا تحت ابوني وتعبزوا امتي لايك اذا عجبتكم لا فيديو بيان سور. اول حاجه الاولى هو وشنو هو ان ماسك. ان ماسك سي ان سوان، ان سوان اللي نحطو في لابو تاعنا يعني لفتره معينه، 5 دقائق 10 دقائق 20 مينوت. وكاين كاتيجوري وحدها تاع لي ماسك اللي نديروهم ونرقدو بهم، هذوك سي لي ماسك ايدغاتون. يعني حبيت برك نقولها لكم اون كاو كاش واحد فيكم شريت ان ماسك وعندها هاد التيب دو ماسك ما عرفتش كيفاش ديرو. كاين اللي مكتوب فيهم سليبينغ ماسك، هادو سبيسيال ديريه ترقدي به وغدوه مدا تغسلي وجهك. بصح دوكا راح نهضر لكم على الاخرين، على الكاتيجوري تاع لي ماسك اللي نديروهم نخلوهم امتي ماما ومن بعد نغسلو وجهنا ولا لوكور تاعنا كيما تحبوا. تقدروا ديروه لوجهكم ولا الكور تاعكم، ماشي لازم يعني غير الوجه. تما عندكم لو شو نتوما على حساب البشره ديالكم. تما نتوما شوفوا اسكو تحتاجوه ولا ما تحتاجوش. يجوا في اشكال يعني اشكال وانواع مختلفه. كاين اللي يجوا شيت ماسك كيما هادوما اللي نوري لكم دوكا، كاين اللي يجوا اون تيوب، كاين اللي يجوا في لي بو تلقاو داخل سوا كريم سوا جولي ولا جولي. كنقول لكم كريم يعني حاجه ثقيله، جولي راكم على بالكم لا تيكتور تاعو تجي شويه تجي خفيفه هكا، ولا بودر. شحال من خطره لازم نديرو لو ماسك هي على حساب نوع تاع الماسك. بصح اون جينيرال لو ماسك خطره ولا زوج خطرات في السمانه كيما نديرو لي غوماج، باسكو نكونو نحينا ديك الطبقه تاع لابو مورت ولا بو تكون واجده وتقدر تمتص بيان هذوك لو سوان اللي كاين في لو ماسك. نروحو للنوع الاول هو الماسك المرطب اللي كاين زوج انواع، يعني زوج انواع على حساب لا تيكستور تاعو. اذا عندكم بشره نورمال ولا بشره جافه راح تخيروا حاجه اللي جايه كريم، جايه شويه ثقيله ماشي ثقيله بزاف، جايه ثقيله شويه وراح ترطب بيان كيما هذا تاع ناتورا سيبيريكا، جاي شويه كريمو. الوغ هذا راح يقعد فوق لابو تاعك راح يرطبها ومن بعد تغسليه وتحسي لابو تاعك من بعد مرطبه وهايله. وكاين نوع واحد اخر اللي جاي في ليبو ولا كيف كيف، يجي في ليبو ولا يجي في اون تيوب، مي تلقاي التكستور تاعو جايه اخف من الاخر. هادو ملاح للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، عاون باش يزيد يرطب لك لابو ديالك بصح ما يغلقلكش لي بور باسكو لا تكستور تاعو مخدومه سبيسيال باش يخرج على نوع البشره ديالك. بيان سور كاين واحد جاي في الوسط يخرج عليهم كامل، هادوما لي ماسك اون تيشو، هادوك اللي جايين قماش وتحطوه فوق لابو تاعكم وتخلوه واحد 20 مينوت وتنحوه. نعطيكم نصيحه بهذا النوع تاع لي ماسك، هذا النوع تاع لي ماسك مكتوب من اللور. شوفوا كاين اللي يكتب لكم 10 دقائق وكاين اللي يكتب لكم 20 مينوت، جامي شفت واحد يعني قال لك خلوه ساعه ولا. وكاين اللي فيه اللي يخلوهم يخرجوا يديروه وينساوه، هذا خطا باسكو اكيد ديريه ومن بعد ينشف كي او معمر بالسيروم. السيروم هذاك شربته لابو تاعك ومن بعد تيشي هذاك مازال فوق لابو تاعك ونشف، واش راح يدير؟ راح يعاود يجبد هذيك ليدغاتاسيون اللي درناها. الوغ حنا واش انا حابين نزيدو لابو تاعنا، ما راناش حابين نحيو منها. تما خذوا حذركم وتبعوا اكزاكتومون واش يقول لكم في لو برودوي. بشره اللي يجيها حب شباب اذا داروا هاد لو تيب دو ماسك جايين اون تيسو تحطوه فوق وجهكم وتخلوها انتي ماما، كاين اللي يتخنقوا كاين اللي يزيد لهم لاكني تاعهم. تما خذوا حذركم دو بريفيرونس ما ديروش هاد لو تيب دو ماسك. ولا اذا درتوه انا واش ندير دي فوا ما نستعملش هذاك لو شيت ماسك، ناخذ شويه من هذاك لو سيروم ونحطو على وجهي باش نرطبو. سي اون فيت لو برودوي اللي كاين داخل سي ان سيروم، ناخذ شويه من هذاك لو برودوي ونديرو على وجهي ونديرو على رقبتي ندير ما في يديا بلا ما نحط هذاك بلا نحط هذيك لو تيسيو على وجهي ونغمو. جوج دوكا النوع الدوزيام هو لي ماسك اكسفوليو ولا لي ماسك اللي جايين مقشره. كاين كيما هذا تاع ذا اورديناري دوك ندير لكم ان كليب هنايا تشوفوه، هذا يشبه الان سيروم بصح هو ماشي سيروم باسكو راكم حتحطوه في وجهكم ديروا ان بتيت كونتيتي في وجهكم من بعد تغسلوه ماكمش حتخلوه على لابو تاعكم. الوغ نسموه ان ماسك، سي ان ماسك اكسفوليون باسكو فيه الداخل احماض الفواكه وقوي شويه. الوغ اذا عندكم لابو سونسيبل دائما نقول لكم سيو في بلاصه هكا هنا ولا هنا باش تعرفوا اسكو تحملوا هذا البرودوي. ديروه خطره كل 15 جوغ ولا خطره في الشهر، هذا ما كان تما خطره ولا زوج خطرات في الشهر. كاين اللي جايين غرادولو هذوك اللي تلقاهم دير على لابو تاعك نورمالمون يكون فيه لارجيل يعني راح يمص شويه الزيت ايتو ينقي لك لي بور، من بعد كي ينشف راح تقشري شويه تلقاي فيها كحبيبات راح تقشري شويه، هذا راح يعاونك باش تقشري لابو تاعك يعني كوم ان غوماج فيزيك. وكاين اللي فيهم انزيمات لداخل، تما قراو واش مكتوب في البرودوي ديالكم باش تعرفوا واش راح يدير.
Non, du cas, les masques d'argile, les masques désincrustants, les masques purifiants, ils aiment nous faire les pores, ils aiment nous faire les problèmes de les boutons, ils aiment nous tenir les taches, mais ils chelouch ou mais ils tabouch, ils aiment nous faire les couleurs. Allez. كاين بزاف انواع تاع الطين، كاين الطين الابيض، كاين الاصفر، كاين الاحمر، كاين الغوز، كاين الفير. الفير سورتو يخرج على لي بو غراس و لي بو ميكست، هذا القوي كامل فيهم ويجبد بيان، يعاون تاني باش يعاود يضيق هاد المسامات الواسعه اللي يكونوا عندنا هنايا ولا هنا ولا هنا، كل وحده وين عندها. وكاين لارجيل بلون ولا لارجيل غوز، هادو ما ملاح للبشره النورمال والبشره الجافه، راح يعاونوا باش ينقوا لابو ديالك، راح يعاونوا تاني المسامات بصح ما يكونوش قويين بزاف كيما الطين الاخضر. النوع الاخر هو الماسك اللي راح يعاوننا باش يفتح لون البشره، راح يعاود يرجع لنا شويه البشره مشرقه. شوفوا تلقاو فيه فيتامين سي، تلقاو فيه الياسيناميد، نكتب لكم هنايا الاسماء تاعهم. تلقاو فيه هذو اللي نعرفهم، تلقاو فيه عرق السوس ثاني، لي زيكستري تاع عرق السوس تاع الريغليز. تلقاو فيه ثاني انزيمات معينه يعاونوا باش يوحدوا للبشره، يعاونوا باش يفتحوا لي زيكاتريس بلوتو ليبر بيغمونتاسيون اللي عندنا هذوك لي طاش هذوك. تقدروا تلقاوهم وحدهم هكا وحدو، يقول لك ماسك مفتح ولا ماسك اكليرسيسون ولا برايتنينغ، هادو كامل تلقاهم في ماسك وحده، ولا تقدروا تلقاهم داخلين مع لي ماسك الاخرين. تلقاو ماسك ايدراتون بصح يقول لك اكليرسيسون، تما قراو بيان واش مكتوب في البرودوي ديالكم. وقتاش ندير لو ماسك؟ هي نورمالمون تقدري ديريه وقتها حبيتي، تقدري ديريه صباح، تقدري ديريه عشيه. كاين برك نوع واحد وين جو بريفير ديريه في الليل، هو لي ماسك المقشر، بريفير ديرهم في الليل باش ترطبي بيان لابو تاعك، وغدوه من داك ديري لا روتين تاعك تاع الصباح، راح ترطبي لابو تاعك بيان خطره واحده اخرى، وراح ديري لا بروتيسيون سولار باش تحمي لابو ديالك. الا سقسيتوني بزاف على لي ماسك الملاح لابو غراس، سقسيتوني بزاف سواء في لي كومونتير ولا في لي ميساج، بلا ما تشوفوا كامل لي ماسك هذو اللي هضرت عليهم. حاجة الاولى اللي لازم تكون عندكم يعني في لي ماسك هو ماسك دارجيل فير، اذا عندكم بشره سواء ميكست ولا غراس لازم تكون عندكم ماسك دارجيل فير في اي نوع حبيتو، يعني ابسط الاشياء يكون عندكم هذوك لي ماسك تاع انا نموت عليهم يعجبوني غراب هايلين، تاع الاعشابي هذوك اللي تباعو عند العطار ولا عشابي صديق كل واحد واش يعيطلو في لي باكي هكا يديرو 10000 ولا ماشي غاليه بزاف، هذا عجبني بزاف. هذا شوفوا شويه غالي، تقدر بيدير 2900 ولا حاجه بصح كبيره كبير لي كوموند كونتيتي. هذا تاع ذا بودي شوب، هذا الي اكسيلون، هذا غالي شويه غالي بصح كي نقول لكم هايل هايل. يتباع عندنا في كيكو بوتيك هنا في الدار، ما كانش بارتو، مي كاين اللي يجيبو كابايتو سا دي بونتو مومين تسكنو تلقاوهم عندهم. وكاين تاني هذا ديكوفريتو غير كيما تاع لو فيشي هذايا، وسمو ماسك شاربون وشاربون كلاريفي، هذا ماشي الطين، هذايا شاربون فيه الشاربون داخل وفيه الطين، غادا تخلوه 5 مينوت وتغسلوه. وكاين هاد الزوج هادو، هاد عجبني بزاف، هاد راني ندير منو بزاف ومازال ما خلاصليش، هادا نخلوه 1 مينوت ونغسلوه. وهذا تاني هدايا تاع ناتورا سيبيريكا هايله. فوالا وريت لكم شويه من لي ماسك بريفيري تاوعي، هادو اللي جايين بيوريفيون. كاين بزاف واحد اخرين، اذا حبيتو تعرفوا لي برودوي اللي نستعملهم روحوا ضربوا طلا دايما في انستغرام وشوفوا لي روتين سوان ديالي. سيتوني تاني على ماسك اللي يمد لي كلا وينحي لي طاش، يا نورمالمون ما تحقيش لو ماسك، كاين حاجه تقدري ديريها سوا كل يوم سوا هكا يوم بيوم، هو سيروم على فيتامين سي، راح يكون يور بيست فريند في هذه الحاجه. اذا عندك لي طاش وتخرج لك لا ماك تاع الخمار والحاله، ديجا لازم ديري بروتيكسيون سولار كل يوم، وديري ان سيروم على فيتامين سي صباح معاه، هادي العفسه راح تبدل لك كامل لابو ديالك. ولا تقدروا ديروا هاد لو تيب دو ماسك كيما هذا تاع اورديناري اللي يجي مقشر، بصح لازم تعرفي تستعمليه وما تفوتيش الوقت اللي قال لكم هنايا. وثاني ديريه خطره ولا جوج خطرات في الشهر، هذا ما كان قلتوا لي لا ديفيرونس انتر ان ماسك هيدراتون اي ان ماسك بيوريفيون. الوغ ان ماسك هيدراتون يفا هيدراتي تابو باينه، راح يرطب لابو تاعك ماشي يدير حفسه واحده اخرى، جست هيدراتون اذا مكتوب فيه هيدراتون. واذا عندك ان ماسك بيوريفيون، لو بيوريفيون راه يفا بيوريفي لابو، راح يعاون باش ينقي لي بور، راح يخرج الزيت هذيك اللي كاينه في لي بور، سورتو سورتو اذا عندك اون بوغاس اللي تحوسي على لي ماسك بيوريفيون، راح يعاون باش ينقسم لي بوان يجونا في لو ني. وثاني اذا عندك لي بوتون راح يهبطهم، راح يعاونهم باش يبراو، واذا ما عندكش راح يعاون لابو تاعك باش ما ديرش لي بوتون باسكو راه ينقي لي بور. ماسك ناتوريل و و بريباري. الوغ انا هنا وين عندي دي زيدي شويه
لي تشري كابابل يخرج عليك كابابل ما يخرج عليك ولي تخدمي في الدار كيف كيف كابابل يدير لك اون رياكسيون اليرجيك وكابابل يساعدك الوغ انت ولا بو تاعك وعلى حساب واش كاين في لو ماسك ديالك. انا جو بريفير نشريه من برا باسكو على بالي بلي بيان وفيه دي برودوي فيه دي لا كومبوزيسيون ديالو باردون الداخل راح تخليه يشد لي بلو لونطون ما راهوش حيتعفن ما راهوش حيدير لي دي بروبليم وما رانيش حنقعد نقعد نعس فيه حنحطو وين لازم نحطو ونستعملو كيما نحب. لي مخدومين في الدار لازم عشاك فوا نعاودو نستعملوه نعاودو نخدمو واحد اخرين عشاك فوا لازم نفيريفي اسكو خسر اسكو ما خسرش وما لازمش نخدم كونتيتي كبيره باسكو لو كان تخدمي كونتيتي كبيره تلقاي روحك كي تبذري وتبذير ماشي مليح باسكو كي تخدمي باليش انا بعفايس بريفير ناكلهم بريفير نفيد لو كور تاعي ناكل بيان ونستعمل عفايس هكا كو نروح نبذر وانا ما نحبش انا ما نحبش تبذير تما بريفير هادو. ابخي كاين لي ماسك لي فريمون ملاح راني ندير لكم اون فيديو سبيسيال على مي ماسك بريفيري في ميزون دو تبعوها في انستغرام ان شاء الله. ويتش از بيتر واش اوف اور بيل اوف يعني وشنو اللي خير واش اوف واش يعني نغسلوه ام ماسك اللي راح نغسلوه ولا بيل اوف هذوك لي دوك لي تجو طلعوهم هكا ما عنديش ما نغسل لكم ان اكزامبل باسكو ما نستعملهمش دوك لي تنحيهم هكا اي سون بيان ملاح سورتو بصح جو بريفير تستعملوهم غير هنا وين عندكم بزاف الزيت وعندكم لي بوين نوار ولا هنا ما تستعملوهمش كامل وجهكم باسكو كي حتى تجبدي وكي تجبدي راح تغيتي لابو تاعك كابابل ما يكونش عندك بروبليم راح تزيدي ديري بروبليم لروحك باسكو راكي حتخسري راكي حتخلطي في هذيك لا باريير لي كوتاني اللي راهي بروتيجي في لابو تاعك. Alors la réponse à la question d'elle qui a wash off. Je préfère utiliser un masque ou te rincer خير. Les masques hydratants les meilleurs qu'on a chez les pores qui m'ont comme rappel la texture d'elle. دايمًا خدي حاجة اللي لا تكتشر تاعها تكون خفيفة ما راهيش حتغلق لك لي بور والحاجة اللي جاية من جيل كريم الكريم هادوك دايمًا يبدوها اللي عندهم لا بو نورمال ولا بو سيك. كملنا لا فيديو جيسبر تكون عجبتكم ما كنتش طولت عليكم بزاف سيت نريبوندي كامل الكيسيون جاوا لكم سيت نبدل لكم لي بوين امبورطون باش ما تخسروش دراهمكم على نامبورت كوا وتعرفوا بيان واش راكم ديروا جيسبر تكون فادتكم هاد لا سيري و لا بروشين فوا ان شاء الله راح نهضروا على لي سيروم لي لوسيون تونيفيونت اي لي او ثيرمال راح نهضروا عليهم و اسنس كاين كاتريك حنهضروا عليهم حنجمعهم كامل في فيديو وحده وراح نهضر لكم عليهم تما تبعوا هذيك لا فيديو اي بيان جي قبل ما نكمل لكم هذيك لا فيديو راح يكونوا دي فيديو ميك اب دي فلوغ راح يكونوا بزاف عفايس تما ابوني في لاشين باش ما تعطيو والو ونتلاقاو في لا بروشين فيديو.